برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في برنامجنا دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في المجالات الطبيه المختلفه، وبيكون دايما معانا مجموعه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. في حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن مرض الايدز. وزارة الصحة بتقول ان في تقريبا 5000 مصاب في مصر بمرض الايدز، لكن الجمعية المصرية لمكافحة الايدز بتقول ان في 9000 مصاب بمرض الايدز. في 1 ديسمبر كان اليوم العالمي لمكافحة الايدز، ومنظمة الصحة العالمية بتقول على سنة 2030 حيزيد عدد مصابين بمرض الايدز. ايه هو مرض الايدز؟ ايه اسبابه واعراضه؟ ايه طرق الوقاية؟ ده هنعرفه الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، الدكتور ابراهيم كباش، استاذ ورئيس قسم الصحة العامة بطب طنطا. اهلا بك يا دكتور، يعني شرفتنا. يعني الارقام اللي ذكرتها في بداية المقدمة يا دكتور، ياريت حضرتك تقول لنا ايه هي حقيقة الارقام وايه هو الرقم المنتشر اكتر في مصر؟ والحقيقة الاثنين مفيش بينهم اي تعارض، لان احنا عندنا دايما رقمين، الرقم اللي هو عدد المرضى او عدد المتعايشين مع الفيروس اللي تم فحصهم وعرف انهم متعايشين ومسجلين في وزارة الصحة، وده فعلا 5294 لحد تقريبا اخر سبتمبر 2015. حضرتك المرض مشكلته انه بياخد فتره طويله جدا عشان تظهر اعراض وعلامات مرضيه، وممكن الشخص يكون حامل الفيروس يقعد 15 او 20 سنه دون ان تظهر عليه اي اعراض وعلامات مرضيه، فهو مش هيعرف ان هو مصاب، ولا طبعا وزاره الصحه هتعرف، لانه مش هيقدر. ده اللي بيخلينا ما نعرفش ايه هو الرقم الحقيقي فعلا. فهو الرقم ال 9000 ده الرقم التقديري لاجمالي المتعايشين بالفيروس في مصر، اللي منهم ال 5000 اللي نعرفهم وحوالي 4000 تانيين لانهم ما فحصوش وما عندهمش اي اعراض، فاحنا ما نعرفش عنهم حتى الان او ما نعرفهمش بشكل محدد حتى الان. ليه منظمه الصحه العالميه دكتور بتقول على سنه 2030 هيزيد عدد المصابين بمرض الايدز؟ هي حاجه منظمه الصحه العالميه بعد ظهور الادويه اللي بتعالج العدوى بفيروس الايدز، لقت طبعا الناس اللي بيصابوا بالعدوى ممكن لما بيحصلوا على هذه الادويه في وقت مناسب ما بيصابوش خالص مرض الايدز، يعني يبقى متعايش مع الفيروس، صحيح جاي الفيروس لجسمه بكميات قليله، قدرته على العدوى بتقل، وكمان ما بيوصلش مرض الايدز، ممكن يعيش لحد العمر المفترض ال 60 او 65 سنه دون ان يصاب باي اعراض وعلامات مرضيه. فقال ان احنا المفروض في ظل هذه التقنيه الموجوده والتسهيلات الموجوده احنا نقدر نقضي على وباء الايدز سنه 2030، بشرط ان كل دول العالم تعطي نفس الاهتمام لاجراءات الوقايه وعلاج ودعم المتعايشين بالفيروس. فعشان كده بيشجعوا كل الدول منها مصر انها تبتدي تعزز اجراءات الوقايه وتعزز البرامج الوطنيه عشان نوصل فعلا 2030 ان احنا نمنع خالص وباء الايدز. صحيح المرض هيبقى موجود مش هينتهي، لكن مش هيبقى موجود بشكل وبائي. لو احنا ما عملناش كده طبعا الاجراءات الوقايه لو ما تمتش بشكل جيد ممكن قوي حالات العدوى تزيد ومعدل الانتشار يزيد بشكل اكبر. وفي يعني دلوقتي مصر بتهتم ان هي تحاول تقضي فعلا على فيروس الاتش اي في، ايه هي الوسائل اللي بتستخدمها او ايه هي وسائل التوعيه اللي بتستخدمها عشان فعلا يبقى الناس عندهم وعي وتحاول ان هي تقضي على مرض الاتش اي في؟ اول حاله ايدز ظهرت في مصر كانت في 1986. بنهايه 86 كان في مصر حالتين. في يناير 1987 تم انشاء البرنامج الوطني لمكافحه الايدز بوزاره الصحه، برنامج هو المسؤول عن تخطيط وتنفيذ ومتابعه اجراءات الوقايه والحمايه وعلاج المصابين. البرنامج عمل اكثر من خطه استراتيجيه، منهم الخطه الاستراتيجيه الحاليه اللي هي 2015-2020. فالبرنامج عنده استراتيجيه موجوده ومحدده وفيها اولويات، وبينفذ هذه الاولويات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارات اخرى المعنيه. الحقيقه طبعا في خدمات كتير جدا بقت متاحه الان ما كانتش موجوده قبل كده، وده بيدي فرصه وامل لاي حد يكون خايف ان يكون اخذ عدوى ان يروح يفحص، لانه لو عرفنا مبكرا انه اخذ عدوى او لا ممكن نديله اجراءات وقائيه، اذا كان لسه سليم نحميه ما ياخدش عدوى، واذا كان لا قدر الله اصيب العدوى يبقى في فرصه ان ياخد الخدمات الصحيه اللي تمنع انه يصاب بمرض الايدز ويبقى متعايش مع العدوى فتره طويله جدا دون اي مضاعفات او مشاكل. بالظبط حضرتك زي مريض السكر ومريض الضغط. مريض السكر والضغط بياخد علاج مش عشان السكر والضغط يخف، لكن عشان ما تحصلش مضاعفات السكر والضغط ممكن لا قدر الله تؤدي الوفاة. ده بالظبط اللي بيحصل للمتعايش مع العدوى فيروس الايدز، ممكن ياخد الادويه المضاده للفيروس يعيش عمره كله من غير ما يعاني من اي مشاكل صحيه، لان الادويه بتحافظ على جهاز المناعه ما يوصلش مرحله انهيار وتقاوم الفيروس اللي بيحاول يكسر جهاز المناعه. طب ايه هو بصوره مبسطه يا دكتور مرض الايدز؟
الايدز حضرتك كمرض ده بينتج عن عدوى، والعدوى ده فيروس اسمه HIV. الفيروس ده اختصار اللي هو فيروس العوز المناعي او نقص المناعه البشري. الفيروس ده بيهاجم خلايا جهاز المناعه. جسمنا الطبيعي في عدد خلايا لا يقل عن 500، ممكن يكون اكتر من 500 لكن ما يقلش عن 500. فالفيروس لما بيهاجم الخلايا دي بيبتدي الخلايا اللي هاجمها ودخل جواها بيحولها لمصلحته هو، تبتدي بس فقط تنتج نسخ جديده من الفيروس وتهاجم خلايا اخرى. فلو افترضنا ان حد عنده 700 خليه او 800 خليه، الفيروس هيهاجم مثلا في الاول 100، فالباقي منهم اللي هو اكتر من 500 يقدر يؤدي وظيفه جهاز المناعه. بيفضل الفيروس بالتدريج يزود عدد الخلايا المصابه وتقل عدد الخلايا السليمه لحد لما نوصل عدد خلايا 200، ساعتها جهاز المناعه بينهار. كده الفيروس ادى مهمته وما بيعملش حاجه بعد كده. الجسم اللي ما عندوش اي مناعه ولا في اي وسائل دفاع بيبقى عرضه وفريسه لاي ميكروب موجود حواليه، في الميه في الهواء، يبتدي يعمل له مشكله صحيه تسميها العدوى بالميكروبات انتهازيه. والحاجه الثانيه انه يعمل انواع من انواع السرطانات، منها سرطان كابوسي، ومنها سرطان الغدد الليمفاويه، ومنها سرطان عنق الرحم في السيدات. لان جهاز المناعه حتى الاورام والسرطانات دي يا دكتور بتبقى بس يعني بس في وجود فيروس HIV لسه ما تحولش لمرض الايدز، ولا بعد ما يتحول لمرض الايدز؟ بعد ما يتحول لمرض الايدز. احنا عايزين حضرتك نميز ان اي حد خد عدوى بيعدي مرحلتين. المرحله الاولى من ساعه ما خد العدوى لحد ما جهاز المناعه انهار، يعني عدد الخلايا بيقل بالتدريج لحد ما يوصل الى 200 او اقل. وده بيعتمد لو جهاز المناعه عند الشخص نفسه قوي او مش قوي، بيبقى معرض اكتر ان الفيروس يهاجم ويتخلص من جهاز المناعه او يضعفه بشكل اسرع. لو جهاز المناعه قوي يبقى الشخص ياخد فتره اطول لحد ما يوصل لمرحله انهيار. لو جهاز المناعه ضعيف هياخد فتره اقصر لحد ما يوصل لمرحله انهيار. عشان كده بنلاقي الفتره الاولانيه اللي هي فتره الكمون ما فيهاش اعراض وعلامات مرضيه ممكن من 5 ل 10 او 15 سنه. لو جهازه قوي ممكن يقعد 15 و20 سنه. لو جهاز المناعه عنده ضعيف لاي سبب من الاسباب او اي امراض اخرى مصاحبه غير العدوى فيروس الايدز، ممكن قوي ان هو بسرعه يوصل لمرحله انهيار. المرحله دي يقول عليه متعايش، ده مش مريض ايدز ولا عنده اي اعراض، ولا عندوش اي اعراض، ولا تعبان، ولا عنده الام، ولا بيشتكي من اي حاجه اطلاقا، ولا اي حد يقدر يميزه في الشارع من اي شخص عادي ماشي في الشارع. انما بعد الفتره الطويله السنين الطويله دي لما جهاز المناعه بينهار، ساعتها بيبقى عرضه لاي ميكروب او حتى الاصابه بالسرطان. ده سبب ان جهاز المناعه عنده خلاص انهار. انتهى طبعا. أيوة تمام. يبقى الاعراض كلها مش من الفيروس، الاعراض بتبقى من الميكروبات اللي حواليه اللي موجوده في البيئه المحيطه بيه اللي بتنتهز الفرصه ان ما عندوش وسائل دفاع فبتهاجم. حضرتك قلت لو في امراض اخرى ممكن بتساعد الفيروس اكتر ان هو يهاجم جهاز المناعه، زي ايه الامراض دي يا دكتور؟ هي بتساعد الفيروس انه يكسر جهاز المناعه بسرعه. في ثلاث امراض مشهوره جدا هو للاسف الثلاثه متواطئين في مصر، اللي هو مرض السل او الدرن، والتهاب الكبدي بي، والتهاب الكبدي سي. عشان كده من ضمن استراتيجيات البرنامج الوطني ان الموجود على الصوره طبعا ده سرطان كابوسي، وده احد انواع السرطانات المشهوره جدا اللي مصاحبه للعدوى فيروس الايدز في مراحل نهائيه. يعني لما يوصل بعد سنين طويله، يعني بعد سنين طويله لما يوصل مرحله الايدز. تمام. فبنلاقي حضرتك اللي هي الاورام دي بتبقى في الاوعيه الدمويه، ممكن تظهر في اي مكان في الجسم، في الوش، في اي مكان. الاوعيه الدمويه طبعا موجوده في كل حته، فالحاجه الكلاسيكيه او الواضحه بتبقى بقع في كل الجسم، والبقع يمكن في مراحل متقدمه خالص يا دكتور. في اواخر مراحل العدوى فيروس الايدز اتفقنا لما بيوصل لمرحله مرض الايدز. والحاجات دي اللي شايفينها دي بتبقى منتشره في الجسم كله؟ في الجسم كله طبعا، لان ده سرطان في الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه موجوده في الجلد والاغشيه المخاطيه وفي كل اجزاء الجسم. طبعا الصور شكلها بشع للغايه، لكن عايزين نقول ان كل الاعراض دي ممكن نمنعها تماما لو الشخص حلل وعرف في وقت مبكر ان هو عنده الفيروس واخد الدواء في الوقت المناسب. اعراض يا دكتور حضرتك بتقول ان هو ممكن ان هو يقعد 5-15 سنه لو بدون اي اعراض. بدون اي اعراض، لو جهازه قوي ممكن يقعد اكتر من كده بدون اي اعراض، بس ما فيش اي اعراض خالص بتبقى متشابهه مع امراض اخرى؟ اطلاقا، الاعراض بتظهر فقط لما جهاز المناعه ينهار في اخر مراحل عدوى الفيروس. وعشان كده مهم قوي ان الواحد ما يستناش يعرف ان عنده عدوى فيروس الايدز لما تظهر عليه اعراض الايدز. لأنه يعني ولا حتى بيحس، يعني بسمع ان هي من الاعراض البسيطه اللي هي ممكن تبقى عنده زي دورات البرد المتكرره، نزلات البرد المتكرره، دي بتبقى من ضمن الاعراض. بتبقى برضه حضرتك لما جهازنا قبل ما ينهار بفتره، يعني في المراحل الاخيره بيبتدي يعيا كتير، يعني يمرض كتير، يجي له برد كتير، يجي له التهابات جلديه كتير، بس ده برضه بعد فتره سنين طويله، يعني 10-15 سنه. مش في البدايه خالص. ايوه، هي مشكله حضرتك في ايه دلوقتي؟ ان لو حد اصيب بالعدوى وهو ما يعرفش وما اهتمش انه يفحص،
لو ما فحصش مش هيعرف انه خد عدوى لما تظهر عليه اعراض. ولو ظهرت عليه اعراض معناه احنا مرحله متاخره من العدوى، وساعتها بتبقى الادويه والخدمات الصحيه فايدتها اقل كتير، ما يعرف وقت مبكر ولسه جهاز المناعه قادر انه يقاوم الفيروس، والادويه تقدر تدعم جهاز المناعه بحيث يقاوم الفيروس فتره طويله. يعني الاعراض ما بتظهرش غير لما الفيروس يتحول لمرض الايدز. لما الفيروس بيكسر جهاز المناعه وعدد الخلايا السليم بيقل عن 200 فيصبح جهاز المناعه غير قادر على اداء وظيفته، فساعتها يبتدي تظهر الميكروبات الانتهازيه بتعمل عدوى او حالات السرطان. والميكروبات دي ممكن يعني تسبب اي اعراض حسب أي نوع مرض. الميكروب يعني مش شرط ان هو حسب الطفح الجلدي اللي احنا شفناه في الصور او في الاسنان او في اللثه، ممكن يسبب اي اعراض اخرى. صحيح صحيح، لان الفيروس نفسه مش اي اعراض، الاعراض بتيجي من امراض اللي بتهاجم الجسم، بتهاجم نوع الميكروب، بعد ما الفيروس يهاجم يكسر جهاز المناعه. فاي مرض ممكن يجي، ممكن يجيله تيفويد، ممكن يجيله اسهال، ممكن يجيله طفح جلدي، ممكن يجيله التهاب رئوي، ممكن يجيله اي مرض حسب طبيعه الميكروبات الموجوده في البيئه اللي هو عايش فيها. المرحله العمريه في مصر يا دكتور اللي عندهم الاصابه بمرض الايدز بتتراوح من سن كام لكام؟ هو الغالبيه العظمى في سن من 20 ل 40 سنه. طبق الاحصائيات البرنامج الوطني حوالي 90% من المصابين في مصر سنهم من 15 الى 50 سنه. لان هي الايدز سن صغير جدا. يعني تمام. ده بيرجع لاسباب ايه؟ هي الاسباب اللي هي الاصابه بالاتش اي في او الايدز؟ ده بيرجع لاسباب العدوى، لان العدوى بالنسبه للكبار هم طريقتين. الطريقه الاولانيه ان اي حد يعمل علاقه جنسيه غير محميه مع شخص مصاب، والطريقه الثانيه اللي هو ادمان المخدرات. للاسف الاثنين دول، بس الطريقتين دول يا دكتور دول اكتر الطرق المنتشره اكتر. يعني مثلا في غرفه عمليات ممكن لو الادوات اللي بيستخدموها غير معقمه ممكن يصاب بمرض الايدز حضرتك، او حتى يعني نقل الدم لو ما كانش تم فحص الدم بطريقه صحيحه. ده عايز اكد حضرتك ان مفيش غير ثلاث طرق بس لنقل العدوى، زي ما قلت لحضرتك اللي هو علاقه جنسيه مع شخص مصاب بدون حمايه، الحاجه الثانيه ادمان مخدرات بالحق، الحاجه الثالثه من الام للجنين. انما اي حاجه في الجنين نعم، حتى لو هي في مرحله لسه الفيروس، حتى في اي مرحله مراحل الفيروس، اي مرحلة. لان الفيروس بيتنقل اثناء الحمل واثناء الولاده وبيتنقل كمان مع لبن الام بالرضاعه. انما طبعا اي حاجه ثانيه ما بتنقلش عدوى، السبب بسيط جدا ان الفيروس قدرته انه يعيش بره الجسم محدوده للغايه، يعني بيموت بسرعه في خلال 5 دقائق ل 20 دقيقه فعلا. حتى في اي ادوات ملوثه واتركنت بره فتره طويله وما تمش استخدامها حتى لو كانت ملوثه، كم الفيروس اللي فيها بقى قليل جدا جدا بحيث ما يقدرش يعمل عدوى. بالاضافه الى ان اطباء الاسنان ان في المستشفيات العاملين الصحيين لازم عندهم اجراءات مكافحه العدوى واجراءات تعقيم. من الـ 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 المعلومات السائده برضو ان هي ممكن تنتقل العدوى من استخدام ادوات الاسنان عند الدكتور الاسنان. لا الحقيقه لا ما يحصلش، ومفيش اي حاجه بس لازم تكون معقمه يعني. تمام. لان دكتور الاسنان لو ما عقمش ادواته هو نفسه بيصاب بعدوى المريض بتاعه. طبعا. فطبيب الاسنان بيبقى حريص انه يعقم ادواته، لان بيشتغل في مكان ضيق جدا، والمريض لو حرك بقه لاي سبب من الاسباب هو ممكن ينجرح بالادوات دي طبيب الاسنان. بس لو حضرتك بتقول ان هو الفيروس ضعيف جدا، لو بره خارج يعني خارج الجسم ان هو ما بيقعدش 5 دقائق بيموت بسرعه جدا. فعشان كده الحاجتين اللي بينقلوا العدوى مضمونين، اللي هي علاقه جنسيه لان السوائل الجنسيه بتتنقل مباشره من شخص للتاني، والحقن لان الحقنه مدمن المخدرات بيبقى مجموعه مع بعض كلهم في خلال ثواني معدوده كله بياخد بنفس الحقنه المخدر. انما اي حاجه تانية الحياه العاديه بين الناس وبعضها اي حاجه تانية بتنقلش عدوى اطلاقا بفيروس المسبب المرض الايدز. ما ينتقلش يا دكتور بالنفس او باللعاب؟ لا اطلاقا. لا. لان زي ما قلت لحضرتك هو موجود بس في الدم والسوائل الجنسيه ولبن الام. وبالتالي لو حد جنبي عطس في وشي او اكلت معاه او شاركته في اي اداه من الادوات او حتى في واحد متعايش مع فيروس وانا ما اعرفش، الحياه اليوميه العاديه ليس لها اي دور في نقل العدوى. العدوى بين الكبار ما يتنقلش ابدا الا بواحده من اثنين، يا علاقه جنسيه غير محميه يا مشاركه حقنه مع شخص مصاب. لو مثلا استخدام نفس فرشه الاسنان نفس ادوات الحلاقه دي ممكن تنقل فيروس الاتش اي في؟ الحقيقه ما بتنقلش عدوى لسبب بسيط جدا، لان لو حد استخدم ادوات الحلاقه وسابها فتره محدش بيستخدم ادوات ورا بعض مباشره. يعني لو الحلاق مثلا بيستخدم ادوات الحلاقه، الحلاق غالبا ما بيعورش الزباين، وحتى لو عورهم الموس بيقعد فتره على الاقل 10-15 دقيقه من بين زبون للتاني، ففي الحاله دي هتكون الفيروس كله مات. فطبعا في الحلاقين كلهم خوفا من التهاب الكبدي بي وسي، كلهم حريصين جدا انهم يغيروا اللمواس. وزي ما قلت لحضرتك الفيروس عشان ضعيف جدا، اي ادوات غير الادوات الحقن المخدرات غير قابله انها تنقل العدوى.
ولو حد استعمل فرش اسنان مجرد بس حتى انه هيغسلها ويشيل الدم اللي عليها ما عادش اي فرصه. طبعا ادوات الاسنان ما حدش بيستعمل ادوات حد، والمفروض تبقى ادوات شخصيه اسنان وحلاقه، مش بس عشان الاتش اي في، عشان التهاب الكبدي بي والسي. لو الايدز بيموت بسرعه، فيروس الايدز بيموت بسرعه، البي والسي ممكن يعيش يومين وثلاثه واربعه الادوات دي. فهنخاف من ادوات الاسنان، ونخاف من ادوات الحلاقه. العدوى بالبي والسي اكتر بكتير جدا من العدوى بالاتش اي في. الاتش اي في مش ممكن ابدا يتنقل، ولا في اي حاله اتسجلت في مصر ان حد اتنقلت العدوى من فرشه اسنان او ادوات حلاقه. ايه هي المعلومات الخاطئه دكتور اللي بنسمعها كتير عن الاتش اي في وريت حضرتك تصلحها؟ هو طبعا في ناس بتبقى خايفه جدا من التعامل مع الاشخاص المتعايشين مع العدوى، متصور ان مجرد التعامل معاه انه يسلم عليه انه يعطس وش او يكح مع او يكح في وش مثلا ملك العدوى. للاسف الحاجات دي بتخلي الناس بتنفر من المتعايشين، بتعاملهم معامله فيها نوع من الوصم والتمييز. واحنا اتفقنا ان المعامله اليوميه العاديه بين الناس وبعضها مش ممكن ابدا تنقل العدوى، فمفيش اي خوف ان انا اتعامل مع شخص متعايش مع الفيروس. حشرات ما بتنقلش العدوى، الادوات المشتركه اللي بنستعملها في الحياه اليوميه العاديه بتنقلش العدوى، الهدوم لو حد تبادل اي حاجه مع حد بتنقلش العدوى، اطباء اسنان ما بينقلوش العدوى، الحلاقين ما بينقلوش العدوى. فبالتالي الخوف من المتعايش محدود للغايه، لان هي حاجه من اثنين، يا علاقه جنسيه غير محميه يا حقنه مخدرات، وده مش الشيء الطبيعي اللي بيننا وبين بعض. الحياه اللي بيننا وبين بعض ما فيهاش حاجه من الاثنين دول. وبالتالي لو في اي شخص داخل مكان العمل، او شخص طفل في مدرسه او طالب في الجامعه، حتى لو ما نعرفش ان هو متعايش مع الفيروس، مش اي خوف من وجوده في وسطنا او التعامل معاه بصوره طبيعيه تماما. هل يفضل يا دكتور ان يعني وزاره الصحه ان هي تحط بفحص الاتش اي في ده من الفحوصات الاساسيه المفروض تتعامل عشان كوقايه من انتشار المرض؟ هو الحقيقه الوزاره بتوفر مراكز فحص طوعي ومشوره، المراكز دي موجوده تقريبا في كل محافظات مصر، وهي اختياريه، مفيش فيها اي نوع من الاجبار. لو اي حد شاف ان هو تعرض لوسيله من وسائل العدوى اللي هم الاثنين اللي قلت عليهم، ممكن قوي يروح اي مركز من المراكز دي بيفحصوه من غير ما ياخد منه اي بيانات شخصيه، الفحص سري تماما. الاول بيقعد مع مشاور يتكلم معاه يتاكد هل تعرض لخطر عدوى ولا لا، واذا لقى انه تعرض لخطر عدوى بيعرض عليه انه يعمل فحص. طبعا قرار انه يعمل فحص ده قرار الشخص نفسه اللي جاي، الشخص نفسه. ولما بيعمل فحص بياخدش اي اسامي ولا معلومات شخصيه، لو طلع سليم بياخد معلومات الوقايه عشان نحافظ عليه سليم ما يتعرضش تاني لعدوى، ولو لا قدر الله طلع عنده العدوى فبياخد كل الخدمات الصحيه المتاحه من وزاره الصحه، ومنها الادويه المثبطه للفيروس المفروض ياخدها. ودي متوفره يا دكتور في وزاره الصحه؟ متوفره حضرتك ومجانا تماما، وكل معلومات المتعايشين بتعامل بسريه تامه، والفحص زي ما قلت لحضرتك اختياري، مش اي نوع من انواع الاجبار. لو المريض يا دكتور لقى ان هو عنده، الفحص بيكون عباره عن ايه؟ بس فحص بالدم، تحليل دم؟ هو تحليل مخصوص للدم، بندور على الاجسام المضاده للفيروس. فاذا كانت الاجسام دي موجوده بنعمل فحص ثاني تاكيدي عشان نتاكد انها خاصه بالفيروس مش متشابهه مع فيروس ثاني. والفحص المبدئي العادي بيتعمل في اي مكان في مصر في اي معمل معامل، ورخيص جدا مش غالي. انما الفحص التاكيدي بيتعمل بس في المعامل المركزيه في القاهره، على اساس نبقى ضامنين لما ندي نتيجه نهائيه مابقاش في اي مجال للشك. طب ايه الفرق ما بين الفحص المبدئي والفحص التاكيدي؟ الفحص المبدئي ممكن قوي بيبقى حساس جدا نكتشف اي حالات، بس احيانا بيدي نتيجه ايجابيه كاذبه. فالفحص التاكيدي بيستبعد كل النتائج الايجابيه الكاذبه وبياكد النتائج الايجابيه الحقيقيه. ما نقدرش نقول ان الشخص متعايش مع الفيروس الا ما نعمل الفحص المبدئي ثم ناكده بالفحص التاكيدي. وبياخد يعني نوع الفحص سواء المبدئي او التاكيدي بياخد فتره على ما تظهر النتيجه؟ هو المفروض ان محدش يعمل فحص الا اذا كان تعرض العدوى ومر على التعرض عدوى شهر، لان قبل كده مابقاش في اجسام مضاده كفايه يقدر فحص يكتشفها. لكن الفحص المبدئي ما بياخدش ساعه او ساعتين يتعمل، وفي مراكز الفحص مشهوره في فحص سريع بياخد 20 دقيقه فقط. طبعا الفحص التاكيدي عشان بيتعمل في معامل مركزيه وبنضطر نجمع عينات مع بعضها، فممكن يطلع مثلا في خلال اسبوع او 10 ايام. يعني الفحص لازم يعني لو الشخص تعرض او شاكك ان هو عنده اصابه يستنى شهر وبعد كده يبدا الفحص. قبل الشهر مش هتظهر عنده اي اجسام مضاده؟ ممكن تظهر او ما تظهرش، يعني مش الشهر، لكن بعد شهر اكيد هتظهر. بس هو مش مفروض يقعد شهر، ومفروض يروح لاي مركز من مراكز الفحص الطوعي المشهور عشان يعرف هل هو فعلا اتعرض للاصابه ولا لا. بعض الناس عندها وسوسه وبتخاف من حاجات مالهاش علاقه خالص بالعدوى، وعشان كده مهم قوي نعرف رقم الخط الساخن بتاع وزاره الصحه، اللي ممكن لو حد لا قدر الله تعرض لعدوى يقدر يتصل بيه
بيقدروا يوجهوه لاقرب مكان في الفحص الطوعي المشهوره اللي هو 0800 700 8000. 0800 700 8000 ده خط ساخن وده مجانا، بيشتغل من 9 صباحا لحد 3 عصر كل يوم فيما عدا ايام الاجازات الرسميه. وده بيكون في منتهى السريه يعني تمام، مفيش حد بيسال اي معلومات شخصيه اطلاقا ولا اسم ولا اي حاجه خالص. لكن لو اي حد من اي محافظه اتصل يقدر يرشده اقرب مكان في خدمات الفحص الطوعي المشهور، او على الاقل يقدر يقيم مخاطر العدوى واذا كان محتاج فعلا يروح المراكز دي ولا لا. لو الشخص بعرف ان هو بعد الفحص عنده فيروس الاتش اي في يا دكتور، والاهل معاه في البيت المفروض يتعاملوا معاه ازاي؟ حضرتك مفيش اي مشكله خالص في التعامل معاه، العادي جدا. بس هو لو لا قدر الله جرح لازم بنعمل حسابنا ان محدش يتعرض للدم بتاعه. بالمناسبه ده الاجراء المفروض نعمله مع اي شخص سواء كان متعايش مع العدوى فيروس الايدز او حتى مش متعايش مع العدوى، لان عارفين الدم ممكن ينقل امراض كتيره جدا، التهاب الكبدي بي، التهاب الكبدي سي، الاتش اي في، امراض كتيره جدا. فالمفروض احنا بنتعامل بيننا وبين بعض، لو لا قدر الله حد اتعور وحد بيعمل اسعافات اوليه لازم نبقى حريصين احنا نلبس جوانتي او نلبس اي حاجه في ايدينا بحيث ما يجيش الدم على الجلد بتاعنا وبشرته. ولو لا قدر الله جه الدم لاي سبب اسباب نختار بسرعه. لو جه الدم يا دكتور بس لازم يكون في جرح في الايد نفسها تمام. ولا لو ما فيش جرح خلاص مش مشكله؟ لا، الفيروس ما يقدرش يدخل ابدا من الجلد السليم، لازم يكون في خدوش او جروح في الجلد. حتى لو خدوش بسيطه، حتى خدوش بسيطه ده عشان يقول ايه، لو لا قدر الله حد جه عليه دم يبقى بسرعه يغسله، مجرد انه يغسله ويشيل مع الجلد بتاعه يبقى ما فيش فرصه للفيروس انه يعمل عدوى. ولو بنعمل اسعافات اوليه يفضل احنا نلبس جوانتي او حتى نلبس اي حاجه في ايدينا، ولو حتى كيس بلاستيك او نلف ايدينا باي حاجه بحيث ما يجيش الدم مباشره على الجلد بتاعنا. لو وممكن ان احنا نستخدم يعني ادوات الاكل مع بعض ما عادي جدا مشكلة. ممكن يغسلوا هدومهم مع بعض وممكن ياكلوا مع بعض، لو بس حد او حضر ما فيش مشكله خالص، لو نام مع حد في نفس السرير ما فيش مشكله خالص. هي بس المشكله الوحيده ان زوج وزوج، لو الزوج مصاب والزوجه سليمه لازم يستعملوا الواقي الذكري كوسيله حمايه عشان الزوج ما ينقلش عدوى للزوج. فعشان كده مهمه قوي لو الزوج مصاب لازم نفحص الزوجه ونتاكد اذا كانت اصيبت ولا لا، لان لو قدر الله اصيبت يبقى هنفحص الاولاد لان ممكن العدوى تنقل من الزوجه للاولاد. لو ما كانتش اصيبت يبقى في الحاله دي بننصحهم باستخدام الواقي الذكري او وسيله حمايه عشان ما تنقلش عدوى من الزوج للزوج. بس لو استخدموا الواقي الذكري ده يا دكتور ممكن يحميهم من الاصابه او العدوى؟ ده اكيد نسبه الوقايه بالواقي الذكري لو استعمل بشكل جيد اكتر من 98% لحماية من العدوى. بس يفضل يعني الفحص للتاكد ان هي سواء احد الشخصين ان هم فلان ما فهمش يعني اي ضروري. لو حد لو احد الزوجين مصاب لازم ضروري يفحص الطرف الثاني عشان يتاكد كان اخذ عدوى ولا لا. لان طبعا العلاقه الزوجيه بينهم وبعض ممكن تكون نقلت العدوى، ولما بنفحص حد بنكتشف انه اصيب النهارده ما بنعرفش خد عدوى امتى، ممكن من شهور ممكن من سنين، وممكن قوي تكون العدوى اتنقلت من الزوج للزوجه. فمهم جدا ان احنا نعمل فحص. والحقيقه يعني اي حد تعرض لخطر عدوى مهم جدا يعمل فحص، لان عليه مسؤوليه انه يحمي نفسه طبعا، وعليه مسؤوليه انه يحمي كمان الناس اللي حواليه. نعم اكيد. بالنسبه لو حد مصاب برضه في مرض الايدز في مكان عمله يا دكتور، ايه المفروض ان هم الناس الطريقه الصحيحه للتعامل معاه في مكان العمل؟ طبعا اي حد متعايش مع الفيروس احنا قلنا ممكن يعيش 10 15 20 سنه في صحه جيده، فيجب محدش يحرمه العمل، لانه في الحاله دي هيقدر يشتغل، يقدر يصرف على نفسه، يعتمد على نفسه، يبقى انسان منتج. لو احنا منعناه من العمل فمعناه انه كده بيأثر على نفسيته سلبا، هيضطر يحتاج للمجتمع انه يعوله، وفي نفس الوقت وحالته الصحيه سليمه ما عندوش اي مشكله خالص، مفيش اي خطر انه ينقل عدوى للناس المحيطين حواليه اطلاقا. فمفروض اي حد متعايش بيسمح له بالعمل تماما، الا اذا كانت العمل في حد ذاته بيمثل خطر على صحته، اذا كان بيتعرض لاي حاجات معديه او ميكروبات معديه زي مثلا الاطباء اللي ممكن يكون بيشتغل في مستشفى حميات او مستشفى ضرر، دي حاجات محدوده واستثناءات محدوده جدا، لكن ليس هناك ما يمنع اطلاقا انه يشتغل. مفيش اي خوف انه ينقل عدوى لزمايله، بالعكس مفيش اي مجال لعدوى بينه وبين زمايله. وزي ما بيحصل قلت لحضرتك لو حصل اي اصابات عمل وحصل اي جروح ولا حاجه بنتبع الاجراءات الاسعافات الاوليه وبنجتهد ان محدش يتعرض لدم حد. الحقيقه احنا بنقول ان اي حد ممكن يكون قوي عنده التهاب كبدي بي او سي، خاصه نسب العدوى في مصر عاليه جدا في البي او سي، فاحنا بنقول لاي حد في اي مكان سواء في البيت او في الشغل نبقى حريصين دايما لو حد اتجرح الدم بتاعه ما يجيش على جلدنا، ولو جه على جلدنا اسباب اسباب نغسله في اسرع وقت ممكن. بس احنا اللي عندنا لغايه دلوقتي يا دكتور للاسف ما عندناش ثقافه التعامل مع مريض الايدز، حتى المستشفيات بعض المستشفيات لما بتعرف ان الشخص ده
مريض بالإيدز ما تقدرش تستقبله أو تدخله المستشفى. هي مشكلة مسألة الوصف، إن الناس كلها ارتبط عندها العدوى فيروس الإيدز إن الشخص ده ارتكب سلوكيات خاطئة، سلوكيات ما بيرضاش عنها الدين أو المجتمع أو القانون. الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ، لأن كتير جدا من الستات أخذوا عدوى من جوازهم، كتير جدا من الشباب خد عدوى وهم ما يعرفوش تمام، وما لهمش أي ذنب. في أطفال وشباب أخذوا عدوى، أو أطفال صغيرين أخذوا عدوى من أمهاتهم. في ناس تعرضوا لتحرشات جنسية وهم صغيرين وما كانوش يعرفوا العدوى فيروس الإيدز، فلما كبر اكتشف إنه عنده العدوى. وفي أشخاص بيرتكب خطأ مرة واحدة ما عملهاش تاني. إحنا ما نقدرش نفرق بين الناس وبعضها، وما نقدرش نوصم الناس بسلوكيات قد يكون بطلوا يعملوها. فعشان كده أقول إن 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 لازم نتعامل مع المرضى بشكل إنساني بحت، ما نربطش العدوى بالسلوكيات، لأن بنشجع الشخص إن هو يعمل إجراءات الوقاية وإن ياخد علاج، هو بيحمي نفسه وبيحمي المجتمع، وفي نفس الوقت بيبقى شخص منتج فترة طويلة. طيب دكتور، احنا هنكمل كلامنا عن مرض الإيدز لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. مرض الإيدز دكتور، كنا بنسمع ان هو سبب يعني ظهور مرض الإيدز هي القرود، ده حقيقي ولا لا؟ واللي حصل او سبب المقولة دي او النظرية دي ان لقوا في فيروس عند القرود برضو بيعمل نقص في المناعة، ولقوا في شبه كبير بينه وبين الفيروس موجود عند الإنسان. لكن عملوا تجارب كتيرة جدا لإثبات النظرية دي، ثبت تماما انها نظرية فاشلة وغير صحيحة. وحتى الآن لم يثبت إطلاقا أي نظرية كيف نشأ العدوى فيروس الإيدز أو كيف ظهر الفيروس بسبب الإيدز. طبعا بعد 25 سنة الناس خلاص يعني بطلت تبحث في هذا الموضوع، لأن بقى الأهم دلوقتي مش العلاج، إنما الأهم إن أنا أعمل إجراءات وقاية وحد من الوباء في العالم. بالنسبة للدكتور، حضرتك قلت إن هو المصاب بمرض الإيدز بتبقى جهاز المناعة عنده خلاص مدمر، بيبقى أكتر عرضة للإصابة بأي أمراض، ومضاعفات الأمراض دي بتبقى أكتر يعني شدة على صحته؟ بالتأكيد، لأن هو أي مرض بيجي للشخص العادي ممكن يجيله برضه هو كمان، بس بيبقى أشد حدة وأكثر انتشارا في الجسم الشخص العادي اللي جهاز المناعة عنده سليم. وعشان كده صعب جدا نشخص مرض الإيدز بأعراض إكلينيكية، لأن هو بيجيله نفس أمراض تيجي الناس عاديين، بس بيجيله بشكل أكثر شدة، أو بتجيله أمراض بتبقى نادر إن الشخص العادي يصاب بيها، لكن هو عشان ما عندوش وسائل دفاع كفاية ممكن يصاب بيها بسهولة. بس بتأكد برضو ان هذه الامراض والاعراض ما بتحصلش الا في نهاية العدوى بالفيروس بعد سنوات طويلة من العدوى. ممكن يا دكتور ان هو الشخص المتعايش مع مرض الايدز المضاعفات دي تخليه يعني المرحلة العمرية عنده تبقى اقصر، يعني يتوفى في بالتأكيد لو ما خدش علاج ولا أخد أي إجراءات خدمات صحية بالتأكيد معظمهم بيموت في مرحلة سنية مبكرة. لكن الشيء المطمئن الحقيقة ومبشر إن مع وجود الأدوية المضادة لفيروس الإيدز، معظم المتعايشين دلوقتي اللي بياخدوا الأدوية دي بانتظام وبياخدوها في الميعاد المناسب أو الوقت المناسب بيعيشوا حياتهم زي أي شخص عادي، يعني بيوصل 60 بيعدي 60 وما زال في حالة صحية جيدة وما عندوش أعراض، أو حتى لو عنده أعراض تبقى أعراض محدودة للغاية، فكده بيعيش السن المفترض دون أن يصل لمرحلة الإيدز، وده الفايدة بتاعت الأدوية. وبتخليه إن هو يعيش مرحلة أطول؟ أكيد، بقول حضرتك بيعيش حياته عادية تماماً، العمر المتوقع للشخص العادي تماماً، بس بشرط إنه يعرف وقت مبكر إنه عنده العدوى قبل ما تظهر الأعراض، يعني لما يكون عنده الخلايا جهاز مناعة ما زال في الحد الطبيعي، وإنه ياخد الأدوية في الوقت المناسب، وده معناه إنه لازم يفحص مبكراً ويتابع جهاز المناعة عشان يعرف إمتى الوقت المناسب ياخد الدواء. يكون على تواصل مع البرنامج الوطني عشان ياخد الدواء بانتظام. في الحالة دي ممكن في ناس كتير جدا ما زالوا حتى الآن عايشين ومر عليهم أكتر من 20 و25 سنة من الإصابة، وبعضهم عدى سن 50 ووصل سن 60 وما زال لم يتعرض حتى الآن لأي أعراض من مرض الإيدز. فميزة الأدوية إنها تمنع مرض الإيدز عند الناس اللي خدوا فعلا العدوى بالفيروس، بس مش ما بيوصلش لمرحلة الشفاء، يعني حتى وهو بياخد الأدوية بس إن هي بتحد من كمية انتشار تمام الفيروس تمام. لكن في نفس الوقت لازم يتبع وسائل الوقاية، يعني هو الحال شيء مفيد في العلاج انه بيخلي كمية الفيروس في سوائل الجسم اقل ما يمكن، فيبطئ بشدة عملية تكسير جهاز المناعة، بيسمح لجهاز المناعة انه يبقى سين فترة طويلة. مش كده وبس، الشخص نفسه اللي بياخد العلاج بيبقى اقل قدرة انه يعدي الاخرين، لان كمية الفيروسات في السوائل بتاعته الجنسية او في الدم بتاعته قليلة جدا، فبالتالي يبقى غير قابل لعدوى اخرين. فلو واحد متجوز مثلا ممكن قوي نسبه العدوى للزوجه بيقل خالص تمام، عكس الشخص الثاني اللي ما بياخدش الادويه. بالنسبه للادويه وطرق العلاج المختلفه يا دكتور، ايه هي انواع الادويه اللي بياخدها؟
هي ودي بياخدها حضرتك قلت ان هي زي التعايش مع مرض الضغط والسكر بياخدها مدى الحياه. هي بياخدها لما يبقى عدد خلايا جهاز المناعه 500، فعشان كده مهم قوي ان يتابع عدد خلايا جهاز المناعه لما يعرف انه لو اكتر من كده بتبقى ادويه مختلفه. لا هو البروتوكول موجود حاليا بيبدا العلاج لما يكون عدد خلايا جهاز المناعه 500 وبياخد 3 ادويه على الاقل، وفي بعض الادويه دلوقتي الثلاثه موجودين في قرص واحد، ممكن ياخد دواء مره واحده في قرص واحد، بس المهم انه ياخده بانتظام ولازم ياخده مدى الحياه. بس لو عدد الخلايا اقل من 500 لو اخذ لو اكتشفنا عدد خلايا اقل من 500 بياخد نفس العلاج بالظبط، بس يبقى كفاءه العلاج وقدرته على ان هو يتعامل مع الفيروس تبقى اقل من انه ياخد الدواء في وقت ايه عدد خلايا مناعه 500 او اكتر. طبعا المنظمه الصحيه حاليا بتوصي ان الشخص ياخد علاج مجرد بيتم اكتشاف ان هو مصاب بالعدوى حتى لو عدد الخلايا اكتر من 500، وطبعا ده تحت الدراسه لسه، ومجرد ما المنظمه الصحه العالميه هتوصي ليه بالتاكيد البرنامج الوطني هتبتدي تنفذ هذه التوصيات. اكيد. بالنسبه لل لو المريض بياخد ادويه اخرى لامراض اخرى، هل ادويه علاج مرض الايدز بتتعارض مع اي ادويه ثانيه؟ طبعا فبعض الادويه كلها تعارض مع بعض الادويه، وكمان ادويه بتاعه المثبطه لفيروس الايدز ممكن تعمل مشاكل، ممكن تعمل عند بعض الناس انيميا حاده او تعمل مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى، فعشان كده المفروض الادويه بتاخد تحت اشراف طبي. لو بياخد ادويه لاي حاجه تانية لازم الدكتور يبقى عارف ان هو بياخد ادويه مثبطه لفيروس الايدز عشان ما يديش اي ادويه بتتعارض مع بعضها. بس لو الادويه علاج مرض الايدز بتسبب لي مضاعفات يا دكتور، ايه هو كوقايه من المضاعفات المفروض يعمل ايه؟ والحقيقه الميزه ان عندنا ادويه كتيره جدا مضاده للفيروس، عندنا القدره لو في اي دواء عمل مضاعفات نستبدله بدواء اخر. في بدائل يعني؟ في بدائل كتيره جدا الحمد لله، فبيبقى سهل جدا نستبدله بدواء اخر ما بيعملش المضاعفات اللي تعبت المريض او سببت له مشاكل. هو ده الحل الوحيد ان هو ياخد بدائل فقط. نعم. بس هو الحقيقه لازم ياخد ادويه للفيروس وياخدها بانتظام وياخدها مدى الحياه، لان لو في اي وقت من الاوقات وقف الادويه او ما خدهاش بانتظام الفيروس بيجد فرصه انه ينشط مره ثانيه ويهاجم جهاز المناعه بشراسه. مش كده وبس، ممكن الفيروس لو الادويه بتتاخد بدون انتظام ياخد مناعه ضد هذه الادويه فما تاثرش فيه خالص، فنضطر نديله ادويه اخرى. الادويه الاخرى غالبا اكثر سميه من الادويه الاساسيه اللي هنديها، تبقى فعاليتها اقوى. بس ازاي المريض يا دكتور يعرف ان هو الادويه دي مش جايبه اي نتائج؟ تمام. لما بياخد حضرتك العلاج وبيتابع مع وزاره الصحه وبيتعمل له فحص دوري، يعني لازم مع العلاج يتابع مع وزاره الصحه. أكيد. مش مجرد ياخد العلاج ويستمر عليه. بنعرف الادويه عامله تاثير جيد ولا لا، ان لو عنده اعراض بتختفي، ولو عدد خلايا جهاز المناعه كان قليل بيزيد. يعني لو بدا مثلا عدد خلايا 500 بنلاقيها بترتفع تاني تبقى اكتر من 500، لو كان عدد خلايا مثلا 300 400 بنلاقيها بتعدي تاني 500 وتزيد عن ال 500. هي لو ارتفعت تبقى افضل. تاكيد طبعا، يعني جهاز المناعه شغال. احد اثار الدواء انه لما الفيروس بيقل عدده في الجسم بيرجع عدد خلايا جهاز المناعه يرتفع تاني ويعوض النقص اللي كان موجود قبل كده، وبيبقى في هذا المستوى فتره طويله طالما ان الدواء فعال وبيؤثر على الفيروس بشكل جيد. احنا شفنا ناس كانوا وصلوا ان عندهم اعراض وعلامات مرضيه لدرجه ما كانش بيقدر يروح الحمام، يعني بيحتاج حد يشيله يوديه الحمام وحد يشيله مكان لمكان. بدا ياخد ادويه رجع حالته الصحيه كويسه جدا ورجع شغله تاني وعاد لحياته الطبيعيه بشكل ممتاز للغايه. طيب احنا اتكلمنا عن التعايش يا دكتور، ان هو المفروض كمجتمع سواء الشخص بيشتغل في مكان معين او في البيت ان هو المفروض ان هم يتعاملوا معاه. في حاجات معينه مهمه حضرتك بتوصي بيها ان هم يتبعوها؟ المهم ان احنا ما نعملش المرضى على انهم اشخاص منبوذين او انهم ارتكبوا اخطاء، لان مش كلهم عملوا كده فعلا، وهذا حكم مسبق لا يجوز ان احنا نطلقه على الناس. احنا لو عاملنا الناس بمعامله جيده بدون وصم او بدون تمييز بينهم ان هم اقل مننا او ان هم ارتكبوا اي افعال غير مقبوله او منافيه للاخلاق والاداب، لازم نشجعهم ان هم يروح يفحصوا، لان لما بنعامله معامله طيبه ما فيهاش وصم وتمييز ونشجعه انه يفحص، في الحاله دي احنا بنحميه انه يوصل لمرحله العدوى فيروس الايدز، وبنشجعه انه يتخذ يعمل اجراءات وقائيه تمنع العدوى على الاشخاص المحيطين معاه في المجتمع. لكن طول ما الناس بيخافوا انهم يعرفوا انهم عندهم العدوى لان المجتمع هيعمل معامله سيئه بيحجموا عن الفحص، ما بيعرفوش ان هم مصابين بالعدوى الا في وقت متاخر، في الحاله دي بيكون قاعد فتره طويله مش عارفين، وممكن يكون نقل عدوى لاشخاص كتير، وكمان ما بنعرفش انهم مصابين بالعدوى. عندنا فيديو هنعرضه ده عن مرضى الايدز والتعايش معاهم، يا ريت نعرض الفيديو. ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ وايه الحاجات دي كلها؟
الراجل صاحب الشغل تاني حسابي وقال لي مش من سكات. حد من زمايلك في الشغل عارف؟ معرفش. طيب اكلك موجود بره لو عايزه تاكلي. انا جبتلك كوبايات واطباق جديده عشان اكلك. فاكر يا محمود انا بوزي كنت داخله بطني قدامي مترين وبصوت التمرجيه وهي بتزقني جات لها ممرضه من اللي عارفين قالت لها خدي بالك دي عندها الايد. ندهت على محمود وقعدت تقول له اصلك انا جالي شد عضل. محمود هو اللي دخلني اوضه العمليات. انا فاكر اليوم ده كويس. اليوم ده اتطروا لي بتاع هدى من الطرقه لاوضه العمليات حوالي 3 4 ممرضات بدلوا عليها. كل شويه واحده تقول لي انا هعمل حاجه وجاي ما تجيش. الحقيقه ما كنتش عارف هما بيعملوا ايه بالظبط يعني. بس العجيب بقى ان احنا لما دخلنا اوضه العمليات الدكاتره والممرضات رفضوا انهم يشتغلوا رغم انهم عارفين طرق الوقايه وانه ازاي يحموا نفسهم ولا كاننا كنا جربانين. بس انا كنت هموت ولا عارفه بطل. قعدت نص يوم بحاله ومحدش راضي يولدني. والواد كان هيموت وبطل لحد ما ربنا كرمني بدكتور ابن حلال ساهل ولدني. استنى لحد ما اطمن عليا انا وابني اننا بخير. انا عبد الحميد حامد بالمعاش 64 سنة. دكتور احنا شفنا يعني في الفيديو سواء فعلا طريقة التعايش سواء في البيت او في حتى زي ما قلنا قبل كده في كلامنا ان حتى بعض المستشفيات بترفض انهم يستقبلوا مرضى وده فعلا بيعرضهم للخطر وممكن الموت. يعني شفنا في الفيديو السيدة اللي هي حامل هما الاثنين الجنين وهي ممكن يعني يتعرضوا في الموت. فللأسف يعني حتى المستشفيات والتمريض ما بيبقاش عندهم وعي. صحيح. فاحنا عايزين بس نطمن مره تانية يا دكتور ان هي طرق الوقايه ان هي يا ريت حضرتك تقولها مره تانية. يا ريت حضرتك تقولها مره تانية عشان نعيد برضه طرق الوقايه بالنسبه للناس ان هم ما يقلقوش وما يخافوش ان شاء الله. لا حضرتك اتفضل قولها. تمام. طرق الوقايه. طرق الوقايه حضرتك هي ما فيش ان الواحد يمتنع عن اي علاقه جنسيه خارج اطار الزواج الشرعي بدون حمايه. وان ما حدش يشارك حد في حقنته. وبعدين العاملين الصحيين اجراءات الحمايه الوقايه اللي هم بيعملوها الوقايه من التهاب الكبدي بي وسي هي نفس اجراءات الوقايه الاتش اي في. فهي لو عملوا اجراءات الوقايه والحمايه بتاع البي وسي العاديه خالص بتكفي تماما للحمايه من العدوى فيروس الايدز. مش محتاجين اي اجراءات وقائيه ولا اضافيه للعدوى فيروس الايدز. انا بس عايزه انوه ان الفيلم اللي شفناه دلوقتي هو بالتعاون مع الجمعيه المصريه لمكافحه الايدز كاريتاس. كاريتاس مصر. نعم كاريتاس مصر. نعم كاريتاس مصر بس. نعم. طيب بالنسبه للحاله النفسيه يا دكتور زي ما قلنا فعلا ان هو لو مريض الايدز ان هو حس ان هو منبوذ من البيت والمجتمع والناس اللي حواليه الحاله النفسيه بتساعد على انتشار المرض اكتر او انتشار الفيروس؟ اكيد لان جهاز المناعه بيتاثر بسبب الحاله النفسيه واحنا كلنا بنشوف لما حد يبقى حالته النفسيه مضطربه او متوتر او قلقان مناعته بتقل يبقى اكثر عرضه للامراض. فلو شخص فعلا عنده توتر نفسي وعليه ضغوط من الناس اللي حواليه ده بيؤثر سلبا على جهاز المناعه بيسرع ان الفيروس يؤدي وظيفته في تكسير جهاز المناعه وبيوصل لمرحله الايدز اسرع كتير من الاشخاص اللي واخدين دعم نفسي جيد من الاسره والمجتمع والناس اللي حواليهم. احنا شفت في الفيديو يا دكتور ان هي السيده الحامل هي اللي عندها الفيروس وحضرتك قلت ان الفيروس ده بينتقل للجنين. ازاي يتم التعامل بقى مع الجنين في مرحله سنيه صغيره؟ في ادويه فعلا للسن ده ولا ايه بيبقى التعامل معاه؟ هو الحقيقه مش كده بس ده في ادويه تمنع العدوى من ام الجنين يعني الادويه المسببه للفيروس لو اديناها الام وهي حامل وبنديها لها وهي بتولد
وبنديها للطفل لما يتولد لمدة 6 أسابيع وبنمنع الرضاعة. ده بيسمح ان الست تربط طفل سليم ما عندوش عدوى فيروس الايدز بنسبة 98%، وبالتالي ليس هناك ما يمنع اطلاقا ان الام المصابة العدوى انها تحمل وتلد وتلد طفل سليم، بشرط انها تاخد اجراءات الوقاية اثناء الحمل والولادة وتمنع الرضاعة الطبيعية. وحتى الان في مصر في سيدات كتير جدا مصابات بالعدوى ولدوا اطفال سلام، واطفالهم ما شاء الله كبار دلوقتي ولم يصب اي منهم بالعدوى لانهم معظمهم اخذوا هذه الاجراءات الوقاية. مشكلة لو الام حملت وهي مش عارفة انها مصابة ولدت الطفل ده ورضعته وبعد كده عرفت بتأخر انها مصابة طبعاً. خلاص يبقى ما فيش فرصة ان احنا نقيم العدوى. لكن برضو في ادوية لعلاج الاطفال مجرد ما يكتشف انه مصاب نديله هذه في الادوية. في اي سن يا دكتور؟ مجرد اكتشاف في اي سن في علاج الادوية؟ بياخد ادوية على طول، الجهاز النفسي بتاعه ضعيف ما يقدرش يستنى فبنديله ادوية على طول، وده بيسمح له انه يعيش فترة طويلة من غير ما يعاني من اعراض او من غير ما يصل لمرحله الايدز. حتى مع يعني العلاج يا دكتور الطفل برضو لازم يتم المتابعه مع وزاره الصحه ان هو اي حد متعايش مع الفيروس مهم جدا يتابع مع وزاره الصحه لانه بياخد اجراءات الوقائيه وبيعرفها عشان يمنع العدوى الاخرين، بيعرف هو في اي مرحله من مراحل العدوى وبالتالي هو محتاج لعلاج ولا لا، ولما يكون محتاج لعلاج بيبتدي ياخد علاج من وزاره الصحه وبياخده بدون اي مقابل، وفي اكتر مركز للتوزيع بحيث ياخده في اقرب مكان ليه، وفي نفس الوقت بيتابع تاثير العلاج اذا كان بيؤثر على الفيروس ولا لا وبيؤدي نتيجه طيبه ولا لا، وكمان لو في اي مضاعفات او اعراض جانبيه للعلاج بيبتدي برضه ياخد النصيحه وبياخد الرعايه الطبيه اللازمه لمعالجه المضاعفات والاعراض دي. المتابعه دي يا دكتور بتكون كل فتره قد ايه ولا حسب بتختلف من حاله لحاله؟ هو الدواء بيتصرف دايما كل شهر وبتبقى المتابعه غالبا كل 3 شهور. كل 3 شهور. لكن لو في اي اعراض وعلامات مرضيه ممكن تتم المتابعه لفترات اقصر حسب حاله الشخص. والادويه دي بس متوفره في وزاره الصحه ولا متوفره كمان في الصيدليات؟ لا هي متوفره في الصيدليات بس للاسف شديد ثمنها غالي جدا طبعا. لانه ممكن تكلف حوالي 1500 ل 2000 جنيه كل شهر، والمشكله انها هتاخد مدى الحياه، بس اي شخص مهما كانت قدرته الماديه صعب عليه جدا انه يوفر الادويه دي مدى الحياه بهذا المبلغ، فوزارة الصحة حتى الآن بتقدمها مجانا تماما لأي متوفرة يا دكتور، يعني حتى بالكميات اللي احنا سمعنا عن بالأعداد اللي احنا سمعنا عنها دي الأدوية متاحة للناس كلها مفيش تأخير فيها متوفرة على طول؟ الحقيقة تبقى لمعلوماتي متاحة وموجودة في أكثر من مركز توزيع بحيث أن الناس تبقى في مكان قريب ليها وموجودة بشكل منتظم، والوزارة تبقى حريصة أن المخزون الموجود يكفي فترة زمنية طويلة بحيث ما يحصلش أي نقص في أي دواء من الأدوية. طبعا احيانا ممكن تحصل بعض المشاكل بتبقى فترات قصيره جدا وما تاثرش بشكل كبير على توزيع ادويه بشكل منتظم. لو المريض يا دكتور ما لقاش الدواء واضطر ان هو يتوقف لفتره معينه او ان هو مش متابع او ان هو ياخده كل يوم، في الحاله دي ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ احيانا لازم ياخده كل يوم، والادويه متوفره ما حصلش ابدا في وزاره الصحه انها كانت غير متوفره الا فتره شهر واحد بس ايام عدم الاستقرار السياسي يكون في مصر 2011 2012 بسبب طبعا تاخر وصول الادويه من المطار، ودي كانت فتره محدوده جدا وما اتكررتش تاني، لكن الادويه موجوده بانتظام فمفيش اي مشكله ان هو ياخدها بانتظام، لكن هو المشكله ان هو نفسه مش منتظم في انه ياخد العلاج. في الحاله دي زي ما قلت لحضرتك الفيروس الفتره اللي ما خدش فيها المريض العلاج بينشط بصوره اكتر من الاول، بيكسر جهاز مناعه باسرع من الاول، ومع الوقت لو كرر عدم انتظام في العلاج ممكن الفيروس يبقى عنده مقاومه للادويه وما تاثرش فيه اطلاقا. بس لو كررها مره واحده ورجع ياخد ادويه تاني بمفعولها؟ لا مفيش مشكله، لو مره واحده وخدها تاني مفيش مشكله، لكن لما بيكرر القطاع اكتر من مره والفترات طويله بتبقى مشكله كبيره جدا. مهم جدا في الادويه عشان تؤدي وظيفتها ومهمتها لازم تتاخد بانتظام ومدى الحياه. بس في حاله المريض اللي هو بيعاني مثلا من مرض السكر او القلب او الضغط او اي امراض اخرى في ادويه مختلفه عن لو مريض صح ما عندهوش اي مشاكل مرضيه؟ هو طبعا قبل ما بياخد علاج بيروح وزاره الصحه بيتعمل فحص كامل، شاف وظائف الكبد ووظائف الكلى وبيشوف الانيميا وصور الدم كامله وهل عنده التهاب كبدي بي او سي او لا، لان طبقا لحالته مرضيه ممكن قوي ندي بعض ادويه مختلفه عن شخص اخر، لكن الحقيقه الادويه موجوده متاحه للكل بغض النظر عن حالته الصحيه، وطبعا ما بياخدش ادويه لما بيتفحص قلت لحضرتك وبيتعرف ايه الادويه المناسبه ليه. وفي بدائل كتيره موجوده متوفره بحيث لو في اي حاجه ما تمشيش مع حالته الصحيه ممكن ياخد دواء تاني بديل عنه. البدائل بتبقى متوفره بس في علاج مرض الايدز، لكن مفيش بدائل ان هو يفكر فيها مع اللي بياخدها حتى لا للمرض نفسه؟ لا للمرض نفسه برضه في بدائل. في بدائل من ناحيتين يعني يعني سواء لهذا او لذاك ممكن يلاقي بدائل بحيث ان الادويه ما تعارضش مع بعضها. بس مهم قوي ان يبقى في اشراف طبي وان هو يتابع مع
الطبيب المعالج. بالنسبه لل يعني احنا في مصر ما عندناش ثقافه الكشف قبل الزواج يا دكتور، وطبعا الكشف قبل الزواج ده مش بس بنقدر نكتشف بيها ان هي الشخص مصاب مرض الايدز، لكن ممكن يبقى امراض وراثيه تساعدهم ان هم يتجنبوها بعد كده، ان هم الزوج او الزوجه بقدره على الانجاب ولا لا. حضرتك الثقافه دي المفروض تنتشر ما بين المصريين اللي هي الكشف قبل الزواج؟ بالتاكيد، خاصه في بعض الامراض لها تطعيم، زي لو احد الطرفين اللي هو طرفي الزواج، يعني واحد فيهم عنده التهاب كبدي بي والشخص الثاني سليم، ممكن قبل الزواج الشخص السليم ياخد تطعيم، وفي الحاله دي بنمنع العدوى من الشخص المصاب للشخص السليم. وفي نفس الوقت حتى لو الشخص المصاب بنقدر ندي اجراءات وقايه للطرف الثاني بحيث ما نلقيش عدوى الطرف الثاني. الحقيقه الفحص قبل الزواج مهم جدا عشان نعرف اذا كان في اي امراض وراثيه او اي امراض معديه، ونتخذ اجراءات وقايه لازمه، او يبقى في نصيحه للزوجين هيتصرفوا ازاي لو استمروا في اجراءات الزواج، او يبقى عنده الفرصه ان هو ياخد قرار مناسب ليه. تنصح يا دكتور لو فعلا الزوجين عملوا الكشف قبل الزواج، ويعني احدى الشخصين اكتشفوا ان عندهم مرض الايدز، تنصحهم بان هم، لان الفتره دي حتى لو اي مشكله الاهل بيتدخلوا ولا سيبوا بعض وبتحصل مشاكل كبيره، فلو بقى الايدز ده مشكله اكبر بكتير من اي مشاكل تانية، فتنصحهم بايه؟ الحقيقه هو مش اكبر من التهاب الكبدي بي سي، لان نفس المشكله برضه، لانه ممكن يتنقل عن طريق العلاقه الجنسيه بعد الزواج، والثلاثة برضو ما لهمش علاج شافي، لان الادوية اللي بناخدها تعتمد على هل جهاز المناعة قادر ان يتخلص من بي يو سي ولا لا. انما القرار قرار الطرفين، يعني هو طبعا قرروا ان هم يستمروا في العلاقة، فممكن قوي يستمروا في مسألة الزواج، بس في الحالة دي اذا بنخلي الطرف المصاب يستخدم الواقي، ولو حب يحصل عملية انجاب في وسائل ان يحصل انجاب بدون ما يحصل عدوى للطرف الثاني. ففي حقيقة حلول كثيرة جدا، بس مهم ان الطرفين يكونوا عارفين مسبقا اذا كان احدهم مصاب او لا. الحلول كتيره، مفيش اي مشكله خالص، والقرار بيرجع لهم هم اذا كانوا يستمروا في الزواج او لا. لكن مش يعني ما ياخدوش قرار ان هم يسيبوا بعض بسبب ان هو لا عندهم لا مش بالضروره، ممكن يعيشوا مع بعض عادي خالص، وممكن قوي ما تنقلش العدوى من طرف للطرف الثاني، وممكن برضه لو عايزين يحصل انجاب ممكن يحصل عمليه انجاب بالتلقيح الصناعي او خارج الرحم، في الحاله دي ممكن قوي يحصل انجاب بدون ما تحصل عدوى فيروس ليز. لان الانجاب مش هيحصل بطريقه طبيعيه، لان هم بيستخدموا الواقي، فلازم يستخدموا الطرق البديله لعمليه الاخصاب. نعم. لكن هي في الاخر هي قرار الطرفين طبعا، لا ليس هناك ما يمنع انهم يتجوزوا اطلاقا، لان في وسائل وقايه ممكن قوي تمنع العدوى من الطرف للطرف الثاني. لو ظهرت المضاعفات يا دكتور عند الشخص المريض بمرض الايدز زي ما شفنا في الصور، الطفح الجلدي او الاورام، بتكون علاجها ايه؟ والاورام الاورام دي يا دكتور بتظهر في اي جزء في الجسم زي الطفح الجلدي اللي شفناه؟ الورم كابوسي بالذات بيظهر في اي مكان في الجسم، لانه بيبقى موجود في الاوعيه الدمويه، والاوعيه الدمويه موجوده في كل اجزاء جسمنا. طبعا جزء مكشوف هو الجلد، فعشان كده بنشوفها على الجلد، لكن هي موجوده في كل الاعضاء الداخليه في الجسم. العلاج الايدز حاجه من الاثنين، يا بعالج المرض اذا كان مرض معدي بديه العلاج بتاعه، او اذا كان سرطان بديه علاج السرطان، والحاجه الثانيه علاج الفيروس نفسه، علاج المثبط للفيروس. فلو ظهرت لو وصلت على الخلايا جهاز المناعه 500 فقال ببدا علاج الادويه المثبطه للفيروس، وفي اي وقت من الاوقات لو اخذ اي مرض معدي او اي مرض من الامراض بديله علاج بتاع المرض اللي بياخده اي شخص عادي عنده نفس المرض. بتبقى دايما نسبه نجاح وشفاء عاديه خالص زي اشخاص عاديين، بس المهم انه ياخد علاج في وقت مناسب وما يكونش اتاخر لطلب الخدمه الصحيه. بس نسبة استجابة جسمه للعلاج ده زي الشخص العادي تماما، ما بتكونش اقل؟ لا مش اقل، بس هو يمكن ياخد فترة اطول، فترة اطول شوية الاستجابة عن الشخص العادي، لكن في جميع الاحوال لو مرض قابل للشفاء بيخف فعلا. بس لو الاورام يا دكتور، في بعض الاورام ان هو بيضطر ان هو يتعرض للاشعاع او الكيماوي، ده مش بيقلل يعني، والحاجات دي عارفين ان هي بتقلل من جهاز المناعة او من كفاءة جهاز المناعة، في الحالة دي بيبقى التعامل معاها ازاي؟ في ايهما اصلح للمريض انه ياخده، بحيث ما يتعارضش مع العلاج اللي بياخده للفيروس، بحيث في نفس الوقت ما يؤثرش سلبا على جهاز المناعه. ففي بدائل اخرى ممكن هو يعملها، طبعا ده بيتوقف على قرار الطبيب المعالج. احنا عايزين نقول ان مش كل الناس بيجي لهم سرطان، لكن يا معظم الناس اللي بيبقوا في مرحله الايدز عندهم امراض دايما معديه نتيجه الميكروبات المحيطه بيهم، وبالتالي بيبقى دايما في ادويه موجوده تستطيع التخلص من هذه الامراض المعديه، وكفائتها بتبقى الى حد كبير جيده في المرضى دول. طبعا تبقى مشكله اكبر في السرطان، لان السرطان بصفه عامه حتى في الشخص العادي
علاجه دايما اصعب وبيتوقف على المرحله اللي حصل فيها اكتشاف هذا السرطان. بالنسبه للعلاج يا دكتور، حضرتك قلت ان هو بياخده مدى الحياه زي اي مرض تاني زي مرض السكر والضغط. تمام. ده بيخليه يعني يعيش المرحله العمريه بتاعته بصوره طبيعيه ولا ممكن ياثر من عمره بغض النظر بياخد العلاج ولا لا؟ هو يتوقف خد علاج امتى؟ لو خده بدري ممكن قوي يعيش حياته عادي خالص، لكن لو خده بعد ما كان وصل فعلا لمرحله الايدز بقت عنده اعراض وعلامات مرضيه ممكن قوي يبقى فتره الحياه بعد العلاج تبقى اقصر من الشخص اللي خده بدري في وقت كان لسه جهاز المناعه في مرحله مبكره وما كانش وصل لمرحله الانهيار. فعشان كده مهم جدا ان الناس تفحص وانها تاخد علاج في وقت مبكر، ما تنتظرش لما تظهر عليها اعراض وعلامات مرضيه، لان معناه ان احنا متاخرين قوي في احنا خدنا علاج ووصلنا مراحل متاخره من العدوى. انتشار السمنه يا دكتور والوزن الزائد والسمنه المفرطه وسلوكيات الاكل الخاطئه دي يعني لو المصاب عنده فيروس اتش اي في ده بتخليه برضو يسرع او بيبقى الفيروس قوي؟ ده سؤال مهم جدا، لان احنا عندنا جهاز المناعه لو احنا تبنينا سلوكيات صحيه سليمه ده بيقوي جهاز المناعه فيسمح له انه يقاوم الفيروس فتره طويله فيسمح له يعيش فتره طويله جدا من غير ما يصل لمرحله الانهيار. لو احنا بنتبنى سلوكيات صحيه غير سليمه زي الاكل المفرط، زي الاكل اللي فيه دهون كتيره، زي شرب السجاير، تعاطي المخدرات، كل السلوكيات غير الصحيه السليمه هي في نفس الوقت بتضعف جهاز المناعه. فعندنا حاجتين بيضعفوا جهاز المناعه، الفيروس من ناحيه والسلوكيات الصحيه غير السليمه من الناحيه الثانيه، فده بيخلي الناس بعد فتره قصيره الفيروس يقدر يدمر جهاز المناعه. عشان كده بنلاحظ ان في ناس ممكن يقعد 5 سنين او اقل لحد ما يوصل لمرحله الايدز، وفي ناس بيقعد 10 و15 و20 سنه لحد ما يوصل لمرحله الايدز. عشان كده مهم جدا ان الشخص المتعايش مع الفيروس ان نشجعه يتبنى سلوكيات صحيه سليمه. صحيه طبعا. ده بيساعد جهاز المناعه انه يبقى فتره طويله مقاوم لتاثير الفيروس عليه. الرياضه وممارسه الرياضه يا دكتور بتساعد برضو على تقويه جهاز المناعه وبالتالي محاربه الفيروس نفسه؟ اكيد طبعا. طبعا ممارسه الرياضه، الاكل الصحي السليم، ان الاكل يبقى فيه كم كبير من الخضروات والفواكه الطازجه، ان الواحد ما يدخنش، ان الواحد لو اخذ اي مرض معدي عادي ان ياخد علاج في وقت مبكر وما يسيبوش فتره طويله، انه ما ياخدش اي مواد مسكره او مخدره، انه ينام كويس فتره نوم كفايه، انه يبقى في حاله اطمئنان وسلام نفسي وبالتالي يعني ما يبقاش عنده اي ضغوط نفسيه، كل دي حاجات بتساعد جهاز المناعه ان هو يقاوم فتره اطول وبيقوي الجهاز المناعي في الجسم. يعني مش بس يعتمد يا دكتور ان هو بياخد العلاج ومستمر على العلاج، لازم يهتم كمان بنوعيه الاكل وممارسه الرياضه والاكل الصحي. اكيد، وده طبعا الدكتور المعالج دايما بياكده في الفترات المتابعه لما المريض بيجي ياخد العلاج. طبعا. دكتور ابراهيم بشكرك لوجودك معانا وشرفتنا. شكرا جدا. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها، استنونا كل يوم الساعه 2-3 والاعاده تاني يوم 8 صباحا، يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.